هادي اقل لا الغربيه ايوا الغربيه بعد يومين اللي يقل كدا كدا فوق اي بلين كدا ايوه اوكي شيخ عبيت نفتة بكري شيخ جبري الناس عبيت نفتة ها نيرك عبيت نفتة بكري مشيت لمو عبيت نفتة باي الحمد لله بكرة جاية ببلاش كل شيء ببلاش اي والله يدغينا ناكل الغاز يا راه كون الديو صورة مليحة مع والد عم الوضع باهي الحمد لله ها هو نستنوا في مية جماعة الدفاع المدني يكرونا في مية خلال 3 ايام من اللي فاتوا واهو نعبوا في مية هاي الجرية الثالثة الادرار ويسين وطازروك وبالون ونشكر شركة الكهرباء اليوم جونا ضبطونا الضي ردونا الضي كان الضي قاص خلال 3 ايام اللي فاتوا الضي ما هناك لكن جو جماعة الكهرباء ردونا الضي والحمد لله كيف قادرين توفروا والله في اللي يقدر يقص في اللي يقدر يقص عنده استطاعة وفي اللي ما عنده استطاعة يعوضون غير ما القناة عدم وجود الطريق لعبور المركبات الآلية طبعا تو احنا تو قاعدين في المعاناة في منطقة أدرر وشابين اهو كيف يقروا في الدباش من تحهم باش يدخلوا لأدرر يعني ما في أي حكومات خشونا هنا في أدرر إلا كتيبة 101 ونشكر كتيبة 101 ورسالة هذا ماذا بيها توصل القيادة العامة يكون دعم لنا في منطقة أدرر يعانوا من نقص المياه وال نقص المياه والمواد والكهرباء والغذائية والمدارس وجميع الأمور طبعا الأدرة كلها نقص من جميع النواحي منقطع الوضع زي ما تشبه قريب 10 سيارات مشيت وجهيات على كران مية مية ما عدناش هنا 4 أيام وطبعا بارك الله فيهم جماعة الدفاع المدني هم اللي يساعدونا يجيبوا لنا في مطافي نعبوا طبعا بالمضخة عن طريق المضخة وطبعا الطريق ما فيش لينا 3 ايام محجوزين في منطقة أدرا تسمى منطقة أدرا طبعا وجهة سيد غادي ما عندنا كيف نطلع من الجهة الثانية طبعا باش نجيبوا حوايجنا مثلا خضرة وحاجات هذه ومية 2019 وصلنا لمرحلة أن نشربوا في مية السيل لأن ما في حد جاب لنا مية ولا قدر حد يتواصل معنا باعتبارها نتيجة السيول هذا اللي كل ما في الأمر أكيد مرمى سيكل المفروض الاخصائي اندسنوا الشغل الرئيس البلديه اللجان الجديد يوسنوا المدني غير حمايه المدنيين بس عباره عن الناس اللي عايق يطلعوهم في المياه مهارتيه اي والله مو خمر شنو وضع؟ حسن الحد انك الحد لا نستنوا في ثالث جريه تعبه مايك
حسن اكيد دار دكك اكيد ليس ملك كي خليك معي لا عمر باش القصه لنا هذه غادي تجي حلوه والله انا درت على بالي نقطه نقطه.